تاني يا جماعة تاني كارم فراجت شبيلست دو كارتين. هو انت بتلعب كارتين يعني كوتشينة؟ الاجابة ايه؟ اول واحدة سحن تعرفتها ازاي؟ ما هتعرف بقى تعرفتها ازاي؟ انت قلت له؟ ليه؟ عشان هو بيقول هنا لا انا مش بلعب كوتشينه. تطمر لايد يعني مش بلعب كوتشينه ولا للاسف؟ للاسف كله يكتب تطمر. اقعد اقعد يا استاذ يا استاذ اكتب يا استاذ تطمر لايد يعني للاسف. تمام. طيب يا جماعه دلوقتي ان شاء الله هناخد مع بعض مكملين سيوني ارمز الدرس الاول. دو فراجستنا دو فراجستنا شبراخي شبراخي. اللغة يعني ايه بالألماني؟ شبراخي اللي هي لانجويج. بالألماني اسمها ايه؟ شبراخي شبراخي شبراخي. سبب نطقها كده ان السي والها لما بيجي قبلها حرف الآ تتنطق خ فاسمها شبراخي وليس شبراشي شبراخي. طيب شبراخي. انت هنا بتسأل عن اللغة، انت بتتكلم عن اللغة نقولها ازاي بالألماني؟ باز شبريشيس تدو باز شبريشيس تدو باز شبريشيس تدو باش بريشيس تدو. ماذا تتحدث أنت؟ ماذا تتحدث أنت؟ باش بريشيس تدو باش بريشيس تدو بريشيس. لما بلاقي دو في السؤال بحط ايه في الإجابة؟ إيش إيش أنا وإيش في تصريف الأفعال بيبقى آخرها إيه؟ إيش. برافو عليكم. إيش بريشي إيش بريشي. كل اللي جاي دي لغات، مش كلنا بنتكلم زي بعض لغات. أنا بتكلم عربي، كريستيانو رونالدو بيتكلم برتغالي، ميسي بيتكلم اسباني. اسباني مفيش لغه اسمها ارجنتينيه، اسمها اللغه الاسبانيه. ارجنتين بيتكلموا اسباني. مش عارف مين بيتكلم انجليزي، لو واحد مثلا اللي هو هاري بتاع توتنهام هاري كين مش كده؟ وفيرمينيو برضه بيتكلم مش موضوع. ولكن بنشوف اللغات اللي علينا في المنهج. ايش اشبريشي؟ ايش اشبريشي؟ روزش روزش اللغة الروسية روزش روزش سبانيش سبانيش اللغة الأسبانية سبانيش سبانيش إيطاليانيش إيطاليانيش اللغة الإيطالية أرابيش أرابيش لغتنا أرابيش أرابيش إنجلش إنجلش دويتش دويتش. ست لغات نقولهم مع بعض. روزش روزش سبانيش سبانيش إيطاليانيش إيطاليانيش أرابيش أرابيش إنجلش إنجلش دويتش طيب. ومعانا الطالب زياد هيشرح لنا اللي احنا قلناه دلوقتي. يلا قول. ايش از براشز؟ سبريشي سبريشي روزش سبانيش روزش. انا مش طالع بقى. ايطاليش ارابيش ارابيش انجلش دويتش دويتش. واحده كمان ايش سبريشي؟ ايش از براشي؟ برافو عليك. روزش 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 سبانيش سبانيش إيطاليانيش عربيش 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 دويتش دويتش. خش هنا بين نفسك انزل كده سنة هو ده. ابدأ معاك والله. ايه بس سدوم؟ ما اسمك؟ ايش بين يوسف؟ كويس. في هاي سدوم في هاي سدوم هاي سدوم هاي سدوم. ما اسمك؟ ايش هايس يوسف؟ يوسف الأخيرة؟ فريس؟ إيست؟ إيست؟ ماي نامي؟ ماي نامي إيست؟ ماي نامي إيست؟ عشان أقول لك بقى شكرا نبص للكاميرا؟ شكرا يا يوسف. تمام يا شباب، يلا بينا كده. معايا زياد؟ دويتش شبراخي. دويتش شبراخي. دويتش شبراخي. دويتش شبراخي. اللغة الألمانية اسمها إيه؟ دويتش شبراخي. اللغة الألمانية اسمها ايه؟ دويتش شبراخي. الدرس الأول لكسيوني أينز لكسيوني أينز لكسيوني أينز. إيش أوند دي أندرن؟ إيش أوند دي أندرن؟ إيش يعني أنا؟ أوند دي أندرن يعني والآخرين. دو فراجست ناخت دو فراجست ناخت. أنت تسأل عن دو فراجست ناخت دو فراجست ناخت. نامين نامين الاسم. نامي يعني الإيه؟ الاسم الاسم. ليه عندنا ثلاث انواع للسؤال عن الاسم او ثلاث اسئله عشان تسال عن اسم شخص. السؤال الاول فير بيست دو فير بيست دو من انت من انت فير بيست دو فير بيست دو من انت من انت ايش بين ايش بين ايش بين انا اوكي اسمك هنا بالظبط فير بيست دو فير بيست دو ايش بين ايش بين في هايست دو في هايست دو
ماذا تسمى؟ في هايست دو. في هايست دو. إيش هايسي؟ إيش هايسي؟ في إست داين نامي. إيش داين نامي؟ في إست داين نامي. ما إيش داين نامي؟ ماي نامي إست. ماي نامي إست. مستر أخذنا ليش ما حضرتش؟ لكسيوني أينز. لكسيوني أينز. إيش أوند دي أندر؟ إيش أوند دي أندر؟ دو فراجس نخ. Name. Name. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin. Ich bin. Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? Ich heiße. Ich heiße. Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Mein Name ist. Mein Name ist. هسأل واحد واحد ويرد عليا. بس هو كنت هيتكلم على ما أعيد تاني. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin. Ich bin. Wie heißt du? Wie heißt du? Ich heiß. Ich heiß. Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Mein Name ist. Mein Name ist. سؤال ليك. Wie bist du? Wer bist du? رد علي. أيوه. Ich bin يوسف. يوسف. برافو عليك. Wie heißt du? Ich heiße Zier. Wie ist dein Name? Mein Name ist Yed. Bravo Ali. أداة الاستفهام هنا اللي هنحطها قبل بيست دو. فير ولا في؟ في. مين موافقوا يا جماعة على الرأي ده؟ غلط. غلط. فير. دكتور يوسف برافو. طيب هنا هايست دو في ولا فير؟ في. لا ما هم عشان كان في هم دكتور في ولا فير؟ مستر في ولا فير الثانية هايست دو؟ في. برافو عليك. الثالثة ايست داين نامي في ولا فير؟ في. في برضه. في. لما بتسأل بالعربي بتقول لواحد من أنت؟ يبقى بتسأله على اسمه ولا لا؟ بالألماني اسمها فير بيست دو. أو في هايبس دي معناها من أنت؟ أو في هايبس دو. لا خليك معايا بس خلاص. وصلت؟ يعني إيه من أنت؟ فير بيست دو. حلوة. ترد عليا تقول أنا أكون أنا إيش بين؟ أنا أكون فلان زي ما قال لي كده إيش بين يوسف تمام؟ يبقى ما اسم المنهج بتاعك؟ في مدارس ناشونال وانترناشونال ما بياخدوش منهج ده بياخدوا منهج اصعب شويه. خليك معايا زي مثلا عندك الهاي ليفل مش عندك انجلش اورلت في مدارس ثانيه تو ذا ماكس وحاجات من دي كده. معايا تمام؟ الاولى دي معناها من انت اسمها فير بيست دو. وصلت؟ الثانيه ممكن اقول لك ما اسمك بالعربي صح؟ مش هي من انت؟ ما اسمك بالعربي ده سؤالين بالالماني. في هايست دو وفي ايست داين نامي. يعني على حسب ما بتفهم ايه السؤالين دول معناهم ما اسمك. السؤالين دول معناهم ما ايه؟ اسمه ايه الاول؟ في هايست دو. في هايست ايه؟ الاجابه ايش هايسي. ايش ايه؟ هايسي. السؤال الثاني في ايست داين نامي. في ايست داين ايه؟ نامي. ماي نامي اسمي ايه؟ يكون. اسمي ايه؟ يكون. تواجهني ووجهك اسالك وترد عليا. يلا بينا. فير بيست دو. ايش بين برافو عليك. انت نسيت اسمك ولا دي؟ اسم دي تمام. في هايست دو. ايش هايست برضه؟ كويس برافو عليك. في ايست داين نامي؟ مين ماين ماين نامي ماين نامي ايست عز الدين. هو السؤال الاول بس اللي مش لطيف شويه اللي هو من انت يعني مش حلو هو التانيين فالتاني والتالت هم اشد شويه ولكن هو السؤال الاول سؤال عن الاسم عادي مش مشكله خلاص يبقى التاني هم سؤال عن الاسم ودول الاجابات خلاص نعم انت كنت كاتب ايه يا زياد رحت يوسف قول لي يا يوسف هنا داين ولا ماين وهنا داين ولا ماين ايوه انت وفي يوسف غيرك هنا ماين وهنا ناين داين فين داين وفين ماين دي داين ودي ماين قول لي سبيلنج بتاع داين كده بوخش طبيري على فكره استهجه بالالماني اسمها بوخش طبيري بوخش طبيري بوخش طبيري يعني قول الحروف بوخش طبيري بوخش طبيري اه بس خليها سبيلنج لغايه ما تدخل على دي اي اي ال برافو عليك طب وهنا ام اي اي ال برافو عليك الله عليك
ايوه ما فيش مشكله خلاص. حد عنده قبل ما امسح الوايت بورد حد كده بشجاعه يقوم يقول لي على الوايت بورد كده. انا شجاعه طبعا مش صورت. انا صور الشباب. اتفضلوا يا شباب. ايه ده ما فيش. لا لا ما فيش. ما فيش طول. طب خلاص يبقى هي على فكره ما فيهاش ما فيهاش جوه التصوير. قبل ما تبدا صح. فخلاص مش هينفع صورها لان هي كده في اتجاه واحد اللي هو ده. قول يا سيدي انا اطلع على الوايت بورد. شهر بقى مستر السنسر مش هيجي حد فيهم مش مش مستر قول يا سيدي هير يوسف خش يا علي اتفضل ايش 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 فيهم ايش اون ذا دي ار جير ايش اون لا ما قول يا يوسف تمام صور يوسف عشان الكاميرا مش مطلعه